مع الوقت ابتدينا نخرج نروح اماكن يعني بعيده نسبيا، على قد طبعا تحملنا والموضوع جديد علينا، الى ان ابتدى الموضوع ياخد ابعاد اخرى، ان احنا لا ابتدينا نطلع مسافات ابعد ونروح اماكن لها طابع شويه، فيها طابع تاريخي. فبدانا بهرم سقاره في سقاره، هرم زوسر المدرج، ودي كانت بالنسبه لنا كانت البدايه واحنا لوحدنا انا وابني بس. ابتدينا شويه ما ابتدينا نحترف الامر وابتدينا نحبه وابتدينا يعني يبقى لينا فيه متعه شخصيه، ابتدينا نعمل انفيتيشن للناس، ايه رايكم يا جماعه تيجوا معانا؟ احنا بنطلع، هنطلع كل يوم جمعه بعد الفجر هنطلع نعمل، نتوجه لمكان. مش انا يمكن ما كنتش متوقع ان يبقى فيه استجابه للموضوع، ولكن مع الوقت ابتدى يبقى فيه استجابه وابتدينا نتعرف على ناس جديده، ودي بقى يمكن دي كانت الجزء المهم جدا في الموضوع، ان ابني ابتدى يتعرف على ناس جديده من مختلف الاعمار، من مختلف التوجهات والتخصصات. يعني في ممكن تلاقي عندنا 40 سنه، 30 سنه، 15 سنه، 13 سنه، فابتدى يشوف يعني مستويات اخرى من التعامل مع الناس، والعجله نفسها بقى او الرايد نفسه او الرحله نفسها كنا بنتعلم منها حاجات كتير. يعني مثلا لما نطلع رحله واحنا رايحين يبقى كل الاتجاه اللي احنا رايحينه مطلع، فبتبقى العمليه شاقه جدا، وممكن الهواء كمان بيبقى في وشنا، فبالتالي بيزود المقاومه بتاعتنا، فبنوصل مجهدين للغايه للديستنيشن اللي رايحين. انما في الرجوع بيبقى الرجوع سهل جدا بل وممتع، يعني ده حاجه بس بتعلمنا ان احنا يعني ممكن انا احط له هنا نقطه ان اللي بتتعب فيه جامد بتستريح فيه بعدين، يعني مجرد درس بسيط طبعا بس بيتاكد يوميا بالعجله. بالاضافه بقى ان احنا بقينا لنا كلام مشترك انا وهو، بنصلح العجله مع بعض، بننزل بقى نعمل فيه رايد مع بعض، اهتمامات. بننزل نشتري مستلزمات السيفتي مع بعض، قربنا من بعض جدا في الفتره دي. وحس هو حس ان بدل ما اللي عايش معاه في البيت ده هو اب ذو سلطه ابويه فقط بيامر وبيدي تعليمات، لا ده بقى صاحبي، وانا خايف يعني اكتر حاجه انا خايف عليها ان انا ازعل صاحبي ده، لان هو صاحبي ده اللي قاعد معايا على طول، هو اللي فاهمني، هو اللي بيتكلم بلغتي، هو اللي عايشني مغامره جديده. ودي مش بس قاصره على الاولاد، ممكن تكون بالعجله، مشاركه الابناء في الفتره بالذات اللي هي الفتره بتاعت اللي هي ما بعد ال 12 سنه دي، مع السوشيال ميديا والاخطار الكتيره اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا من مواد قد تكون غير مناسبه للاسره، لازم الاب يقرب من اولاده باي ما كانت الوسيله، سواء كانت عقله، سواء كانت نشاط معين، صيد سمك، اي رياضه بيلعبوها مع بعض. طيب.